الدوشه اللي انت عاملها دي. خليك لله يا شكري. ايه ده تصوير؟ يا ريت لو سمحت تاخد يافطه الفرن وتقوم. محمد يا مرسي، ايه اللي جابك هنا؟ مين لميس؟ مفيش يا حبيبتي، اصلي جايه ارجع العيش. رجع العيش منين؟ من ايه؟ من البت دي قالت العيش هنا في عجوه طلع في ملبن. يا زلمه الواد ده من وسط، خش قدامي يا حمار يا زباله، انا هخرب بيتك وبيت ابوك. بتجنني يا زلمه، هطلع عينك وعين اهلك. ده انا هطلع عينك يا عشوائي يا واطي يا وقت يا زباله. بيبيع العيش بره ياد اغلى من ثمنه يالا. ما حصلش يا محسن بيه والله. اكتم ده الفرن الزباله اللي بتشتغل فيه. ايوه بيه هو ده. فين صاحب الزفت ده؟ سافر هاجر اتجوز خلف. اربعه ده انت. لو سمحت يا فندم. أيوة. ممكن نسجل مع حضرتك؟ اوي اوي يا هانم، ده تسجيل التلفزيون المصري. ايوه. خير؟ هو المواطن ده تهمته ايه؟ هقول لي ما عليك يا حبيبي، بقيت مواطن يا رمه وباخ يالا. صور اكشن. بناء على التعليمات الموجهة إلينا بحسن معاملة المواطن. يا حبيبي مسكنا المجرم اللطيف الأمودة وبوسنا إيده وعملنا له عيد ميلاد عشان نعرف منه مين الوحش اللي اداله العيش عشان يبيعه بره بأغلى من ثمنه. يكتي جميلة يكتي يكتي. ممكن تقول ستوب؟ فندم ستوب؟ ستوب. انزل يقعد في مارينا بروح أهلك. اكتب يلا. حاضر يا بيه. رابع مرة بدك تحري عشان قلت 100 مرة ما ببيعش العيش بره أغلى من ثمنه. وكمان بتبيع راس في الوزن. لا الميزان جوه، خش اوزن. لا استنوني، انتوا بقى فاصل وانا اعود. تعالى يا حليوه. ايوه مش انت خلف. يقول يا حليوه قصده مهند. لخبطت معايا. تعالى يا مهند. ايه بقى لا اللي انت قلتها دي؟ ومالك يا اخويا محموق قوي ليه كده؟ ايوه مالك يا اخويا محزوق قوي كده. محزوق؟ انا قلت محزوق؟ ما حصلش. لو النبي قوم يلا اضرب. ايه سؤال واحد وعايز اجابته. أيه. مين بيديك العيش عشان تتنيل تبيعه بره اغلى من ثمنه؟ هقول يا باشا. اطلع. هقول بس قفايا. لا اطلع يلا. هقول الراجل ده. شوف ده واد متخلف بيقول على مرات القمر الراجل ده. ركز. اركز، مش قصدي على الموز ده، انا قصدي على الراجل ده. بره. مصلحي. ايه يا مصلحي؟ دي مصيبه. تشتغل في فرن بلدك انت عايز تعمل فينا ايه؟ حرام عليك. محمود حرام عليك. يعني لما الراجل ده يتشل انا اعمل ايه؟ هيتشل والله. هو اصلي انا. أنا شعري وقف. لا أنت ما شفتوش، ده وقع خالص. إيه؟ وقع وقع من هنا وقف من هنا. ليه؟ إيه؟ ليه يا مصلحي؟ ليه تشتغل في فرن من ورايا؟ ما أنت شغال معايا في مكتب كمبيوتر محترم وبتاخد 3000 جنيه وكنت ناوي أزودك الشهر ده تبقى 4 5 6. ليه؟ أنا هقول. وأنت 7. أنا هقول. 8. لا لازم أقول. هتجوزك وأعمل عمرة وأتوه. إيه؟ لا 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 كده الموضوع بقى very attractive. أنت تصور كل لحظة فيه. يا خرابي بقى فيه متكتف. كتفوك يا أخويا. كتفوكوا ليه؟ ولا كتفوا مين؟ لا أنا مش قد التكتيف. ولا أنا سؤال بشجرة الكريسماس اللي أنت لابسها دي. قول يا عم الراجل ده بالظبط. مين؟ نعم. صاحب الفرن ده. صاحب الفرن ده من الآخر؟ مرسى مرادة ده. إيه المفاجأة الغريبة دي؟ إيه؟ معقولة؟ أنا بقيت وارث فرن؟ يعني إيه؟ أنا جوزي فراغ؟ هتاكلي عيش ببلاش. سير. أنت هتهوهويلي. ده أنا هخرب بيتك. ومال؟ طلعني. على الهوا قدام 80 مليون؟ ليه؟ هخش موسوعة جينيس؟ قبل ما تخش الموسوعه يا حنين انت جار قدامي على الاسم. لا يجي معايا على المأذون. لا لا يا مدام على الاسم. على المأذون. خلاص هاجي معاك انت على الاسم وانت يا حليوه على المأذون. ايه حضرتك ليه؟
الحمد لله. قال لك صاحب الفرن اسمه ايه؟ قال لي اسمه مرسي ابو رده. انا مين يا ست؟ انت مورا. اها جوز. اها جوزها. جوزها دي نحلها بعدين. المهم ان انا برعي. يعني انت انا وفي قول اخر حد. بقولك ايه؟ ايوه. انا عايزك تركز معايا كده وتظبط بدل مظبوطك واعمل معاك الصح. انت كنت شغال في توك توك؟ ربنا يهديك كده. سؤال وعايز اجابته. ايوه. انت برعي ولا حنفي ولا مرسي؟ انا ابو تريكه.